أهلا وسهلا بكم في صداق لا من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في الهيئات: لجنة حقوق الإنسان تحذر من استمرار الجرائم والانتهاكات ضد المتظاهرين والناشطين. في العرب اللندنية: انتفاضة العراق عصية على حكام إيران. في القدس العربي: الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في صعدة، بينهم قائد ميداني. في كتابات: طهران تقر بتأثير مقاطعة العراقيين لمنتجاتها، وأول نصب تذكاري للثورة في واسطة. في العربي الجديد: حفتر يسابق الزمن قبل وصول الدعم العسكري التركي للحكومة الليبية. في موقع عربي 21: برلمان تركيا يصادق على مذكرة التفاهم الأمني والعسكري مع ليبيا. وعلى موقع الحرة نقرأ عن لبنان: بدء مشاورات تشكيل الحكومة غدا، صدامات وقطع الطرق. أهلا بكم. عملت إيران خلال الفترة الماضية على ربط مصير العراق بمصيرها من كل الجوانب، كالجانب السياسي والاقتصادي والتجاري والعسكري والثقافي، عبر اتخاذ عدة خطوات بهذا الخصوص. وقد نجحت في تحويل العراق إلى دولة ضعيفة، فاقدة للاستقلال والسيادة الوطنية، وخاضعة للإملاءات والقرارات الإيرانية، دون الاكتراث بمصالح العراقيين ومصير العراق. مقال للكاتب شهوى القرداغي نشر في موقع ومركز رسام، نستمع إلى جزء منه. ويبدو أن القيادة السياسية في العراق تقبل بهذا المخطط الإيراني، وتقدم كل التسهيلات لربط العراق وإخضاعه بإيران. وظهر هذا الأمر بوضوح في تصريح السفير العراقي في طهران أثناء مشاركته في مناسبة في جامعة الحكومين، عندما قال: إن زعزعة الاقتصاد الإيراني هي إحدى أدوات أمريكا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن العراق وإيران دولتان في جبهة واحدة. وعلى الرغم من المظاهرات الشعبية في العراق والغضب الشعبي الواسع ضد التدخلات الإيرانية، إلا أن طهران استغلت هذه الأجواء لنقل الصواريخ الباليستية إلى العراق، حيث أكدت معلومات لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قيام طهران ببناء ترسانة خفية من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في العراق. وتخشى إيران من خسارة العراق في ظل وجود مؤشرات قوية على خسارتها للحاضنة الشعبية الشيعية في العراق. وأصبحت طهران عاجزة عن استخدام الورقة الطائفية لإثارة مشاعر الشيعة ودفعهم للاحتماء بإيران خوفا من السنة، حيث نجحت المظاهرات في إغلاق باب الطائفية وتوحيش شرائح المجتمع خلف مطالب مشتركته. وهذا الأمر يشكل خطرا حقيقيا على إيران ووكلائها في العراق، وتدفع طهران للتشبث بالعراق كعمق استراتيجي وسياسي وجغرافي للنفوذ الإيراني في المنطقة. يتابع الكاتب: يجب ألا تقتصر مطالب المتظاهرين على التغييرات الشكلية والتخديرية التي تقوم بها الأحزاب المسيطرة على العملية السياسية، بل عليهم التركيز على تحجيم وإنهاء النفوذ الإيراني وإنهاء رهن العراق بهذا المحور المنبوذ إقليميا ودوليا، وإعادة فتح العلاقات الطبيعية مع دول المنطقة والعالم لتأسيس وبناء جديد بعيد عن سطوة الميليشيات الموالية لإيران. إلى مقال آخر: منذ أكثر من شهرين ومدن العراق تشهد احتجاجات واسعة ونفيرا عاما. توحدت في هذه الثورة صفوف الشعب العراقي أمام كل من كان يساهم ويسعى إلى تفتيت المجتمع لتجمعات وفئات صغيرة متناحرة ومتقاتلة على أساس المذهب والطائفية والعشائرية.
طلب العراقيون في ساحات التظاهر ببلد آمن يضمن حقوقهم خال من الطائفية والمحاصصة والفساد والتدخلات الخارجية. عن استمرار ثورة تشرين كتبت تمارا عماد في موقع الجزيرة نت. المزيد من الانتهاكات، المزيد من الإفلات من العقاب، المزيد من الخارجين عن القانون، المزيد من فانتازيا الموت في العراق خلال 5 أعوام مضت حتى اليوم. لنستذكر الحقائق بالأرقام: 30% من العراقيين تحت خط الفقر بحسب إحصاءات الأمم المتحدة ووزارة التخطيط العراقية، في بلد بلغت موازنته المالية للعام الواحد ما يعادل موازنة 4 دول مجتمعة، ولكن في ظل تفشي الفساد وغياب الرقابة تذهب كافة الأموال المخصصة للبناء والتطوير والتعليم والصحة والخدمات صوب الخارج في مراحل منظمة من عمليات غسيل الأموال. لم تقدم خلالها أي خدمات ملموسة توحي بأن هنالك قيادات تتولى إدارة مؤسسات الدولة بصورة صحيحة، خلافاً لذلك انتشار البطالة، تفشي الأمية والفقر، وعود تلت وعود لامتصاص غضب الشارع العراقي، وكان نتاجها المزيد من الخسائر. بالرغم من كل هذا الدمار المهول على أرض الواقع والأرقام والكوارث التي تعترف بها الحكومة، لكن لا تملك أي خطط وإجراءات فاعلة لإيجاد مخرج لهذا البلد المنهك سوى المصالح العليا للدولة العميقة المتجذرة بشخوصها ومراكزها الحكومية. وبحسب تمر عماد يبقى السؤال هنا: هل بإمكان الحكومة العراقية وأعضاء البرلمان العراقي، هل بإمكانهم اتخاذ قرارات صائبة ولو لمرة واحدة خلال مسيرتهم من أجل العراق والعراقيين، من أجل هذا الوطن الذي أنهكت كاهله الحروب؟ هل سيستقبل العراقيون العام الجديد في ساحات الاحتجاجات؟ الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة عنها. نتمنى أن يكون نصرا للشهداء والمتظاهرين والعراقيين أجمعين. منذ عدة أيام ومع استمرار المظاهرات العراقية صرنا نتابع فرقا إعلامية إلكترونية سرية وعلنية تسعى بقوة واضحة وقدرات فنية مميزة لنشر الخوف والرعب وربما الإرباك في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بنشر الأخبار الكاذبة المليئة بصور القتل والإرهاب. الكاتب جاسم الشمري يؤكد في مقال بموقع عربي 21 أن الحروب النفسية المدروسة والعشوائية ضد الناشطين المدنيين لا يمكن أن تكون سبباً لإجهاض المظاهرات. الحروب اليوم لم تعد محصورة بالدبابات والصواريخ والطائرات، وإنما هنالك الحروب الإعلامية والنفسية، ولذلك فإن غالبية الدول إن لم تكن جميعها حريصة على ترتيب مجاميع منظمة للدعاية والحروب النفسية ضد الخصوم. الأسلحة الإلكترونية المليئة بالسموم لن تهزم الواقع ولن تقلب الخراب إلى بناء والقتل إلى حياة والترهيب إلى أمان، لأنها بنيت على الكذب والخداع، بل ستزيد من الهوة بين الجماهير والحكومة. وصول الشعب إلى مرحلة عدم قبول تلك الدعايات هو حالة وعي متقدمة قادرة على منع السيطرة على عقول الجماهير ومحاولة احتلالها والتلاعب بها أو تخريبها، وبالتالي تقبر عندها كل محاولات الغرباء وتنبت مكانها مرحلة جديدة تشع بالأمل والوعي بخطورة الحروب النفسية. محاولة الخلط بين النصر والهزيمة والحرب والسلام والحقيقة والكذب والنور والظلمة والنجاح والفشل والحياة والموت هي محاولات بائسة ويائسة لا تبني دولة ولا تقنع الجماهير، ومن هنا ينبغي الكف عنها، والأولى بالحكومات والأحزاب الواقفة خلف تلك المحاولات السقيمة العمل على تحقيق مطالب المتظاهرين بعيداً عن سموم الجيوش الإلكترونية المعلومة لغالبية العراقيين. يضيف جاسم الشمري: حروب الأخبار والدعايات المليئة بالكذب والترهيب لن تبني الأوطان، ومن هنا تجب مواجهة جرائم الإعلام المزيف
المليء بالتخويف وتحجيم الكذب المدعوم للوصول إلى مرحلة النصر والسلام والحقيقة والنور والنجاح والحياة وبناء الدولة. الآن إلى مقال آخر. الحرة عراق نشرت عن القوى السياسية والميليشيات المسلحة المتحالفة مع هذه القوى، تعتقد أن حكومة تتشكل خارج اعتبارات المحصصة مدعومة بزخم الاحتجاجات العراقية ستقود بالضرورة إلى تقويض إمكاناتها وتقليص فرصها في هندسة الانتخابات المقبلة على مقاسها وتجريدها من بيئة الفوضى الأمنية والصراعات الطائفية والعرقية التي لا تستطيع العيش والازدهار من دونها، وفق الكاتب مشرق عباس في مقال له منشور بموقع الحرة. إن حملات الاغتيال والاختطاف الممنهجة التي ما زالت مستمرة حتى اليوم بحق المتظاهرين والمتظاهرات تمنح صورة واضحة لمستوى المخاوف التي يعيشها تحالف حكم العراق خلال السنوات الماضية بين قوى وشخصيات هرمة معبأة بالتزامات شخصية وأيديولوجية وطائفية من جهة، وقوى ميليشياوية شابة تحاول التسلق على أكتاف الكهول. كان يمكن لهذا التحالف أن ينفرط في أي لحظة بسبب إزاحة الأجيال الكبيرة وإحساس المسلحين الشباب بأن مقعد القيادة بات من حقهم، لولا أن التدخل الإيراني في الغالب والتحدي الذي فرضته الاحتجاجات العراقية جمعهم في منصة واحدة ليصروا على تمرير رئيس وزراء يتناسب مع معادلاتهم. وربما يكون من المفاجئ لغير المطلعين القول إن القوى السياسية والميليشياوية التي تحاول الزج بالعراق إلى الخندق الإيراني عنوة هي أكثر تطرفاً في مواقفها حول رئيس الوزراء المقبل من إيران نفسها، ليس على طريقة ملكيون أكثر من الملك، وإنما لأن هذه القوى شيدت بشكل مستقل حتى عن طهران وعلى حساب الدولة العراقية وإمكاناتها، إمبراطوريات اقتصادية ونفدت إلى جوهر السلطة وما عاد بإمكانها التراجع طوعاً. يضيف مشرق عباس في المقابل فإن الموقف الأمريكي لم يكن يوماً بمعرض فرض رئيس وزراء بقدر ما كان مستعداً للتعاون لضمان المصالح الأمريكية بصرف النظر عن خلفية ومسارات الحكومة العراقية، وهذه من ضمن الانتقادات التي وجهت طوال السنوات الماضية إلى طبيعة تعاطي واشنطن مع الملف العراقي. الآن إلى أحد المقالات المنشورة في العربي الجديد، وجاء فيه: فتحت ثورات الربيع العربي أمام الشعوب العربية أفقاً واسعاً لتبادل الاهتمام بالقضايا السياسية المحلية الجارية في مختلف الأقطار العربية. صحيح أن تبادل الاهتمام لم يكن ليتاح لولا ثورة المعلومات وتنوع مصادرها خصوصاً التلفزيونية، كذلك توفر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن من الموضوعي القول أن وقوع تلك الثورات دفع الشعوب العربية إلى الانشغال ببعضها على نحو لم يكن قائما خلال العقود الثلاثة الأخيرة. مقال للكاتب سامر خير أحمد في صحيفة العربي الجديد. الحق أن دعاة عدم التدخل ليسوا أكثرية، فقد هتفت الثورات العربية في الجزائر وتونس والسودان وغيرها بطبيعة الحال لصالح ثورات الشعوب الأخرى وضد قوى الشد العكسي التي عملت على إحباطها، ولم يجد الثائرون هنا رفضاً من الثائرين هناك. والمعنى المباشر لهذا أن أنصار الثورات العربية هم الذين يعتقدون أن الشأن العربي واحد ومترابط، فيما أن رافضي الثورات من مؤيدي المستبدين هنا وهناك هم الذين يريدون أن يغلقوا حدود أقطارهم على أنفسهم ويرفضون تبادل الاهتمام مع أشقائهم، ويرون في حديث العرب الآخرين عنهم انتقاصا من قدرهم، متناسين أن الحال العربي واحد، فهم في الحقيقة لا يشعرون بقهر الاستبداد ولا يرفضونه ولا يشجعون الثورة عليه، بل يمثلون تلك القاعدة الانتهازية المستفيدة منه. تدرك الثورات العربية إذن أن الحال العربي في مواجهة الاستبداد والظلم والديكتاتورية واحد،
لعلها تدرك أيضا أن نتائج الثورة في هذا البلد تنعكس بالضرورة على نتائج الثورة في بلدهم. يتابع سامر خير أحمد قائلا: لا يمكن أن تكون ثورات الربيع العربي ناجعة بالصورة التي تكرس وحدة العرب من دون أن تثمر ممارسة حقيقية لمفاهيم الدولة المدنية والمجتمع الديمقراطي التي يحوز المواطن الفرد بها قيمته وأهميته ويكون إنسانا فاعلا يتجاوز عقدة التهميش المفروضة عليه من ثنائية الدولة الأبوية والمجتمع النمطي ذي النماذج الجاهزة، وهي الثنائية التي سيطرت على العالم العربي قبل الربيع العربي ولا تزال تواصل السيطرة. وصلنا وإياكم أعزائنا إلى المقال الأخير، وهو منقول عن الاتحاد الإماراتي، وجاء في مطلعه: يسمح مشروع القانون العنصري في الهند بمنح الجنسية للأجانب من الديانات الهندوسية والسيخية والبوذية والزرادشتية والمسيحية من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، لكنه يستثني مسلمي هذه البلدان. حول هذا كتب ذكرى الرحمن في صحيفة الاتحاد الإماراتية: يعتبر إقرار البرلمان الهندي لقانون الهجرة القائم على أساس الدين نقطة تحول للهند، ويؤكد البعض أن مشروع القانون يتعارض مع الدستور الهندي الليبرالي العلماني الذي يكفل المساواة لجميع الأديان واللغات والأعراق، ويرجح أن يواجه مشروع القانون نقضاً قانونياً في محكمة الهند العليا. وأثارت هذه الإضافة الجديدة إلى الدستور الهندي مشاعر قوية للغاية، مع احتمال تفاقم الاستقطاب في المجتمع الهندي في غمرة مخاوف من تهميش بعض الأقليات. مشاهد اشتباكات المحتجين مع قوات الأمن والجيش التي تم استدعاؤها في عدد من المناطق لإقرار الأمن ليست علامة جيدة على وحدة البلاد. وحرية الدخول التي منحها هذا التشريع الجديد للمهاجرين غير المسلمين واعتراضه الحاسم على دخول بعض الأقليات تتعارض مع قيم النسيج التعددي في الهند. وفي عقاب هذا التشريع سينطلق الآن مسعى خاص بتسجيل الجنسية في جميع أنحاء البلاد، قد يعرض المهاجرين المسلمين لمشكلات بسبب عملية التسجيل القومي للمواطنين، وكان لهذا التشريع نتيجة أخرى غير مقصودة على الجبهة الدبلوماسية. وبحسب الكاتب، رفضت عدد من الولايات الهندية بما في ذلك ولاية البنغال الغربية بالفعل تنفيذ هذا التشريع، معلنة أنه ينتهك عددا من التزامات الدستور الهندي. ومن الواضح أن مشروع القانون أثار مشاعر قوية للغاية داخل الهند وخارجها. كشفت دراسة نشرت في مجلة أنيمال كوجنشن أن السلاحف ليس بمقدورها تعلم الأشياء البسيطة فحسب، بل يمكنها الاحتفاظ بما تعلمته في ذاكرتها لمدة قد تصل إلى 9 سنين. ففي عام 2014 أثبت باحثون قدرة السلحفات الحمراء، وهي سلحفات برية متوسطة الحجم، أثبتوا قدرتها على استخدام الحاسب اللوحي بمهارة للحصول على الفراولة. وفي عام 2017 اكتشف باحثون أنها تمتلك ذاكرة طويلة المدى قد تمتد إلى 18 شهراً. يقول الباحثون إن العلماء بخسوا هذه الكائنات العملاقة حقها، ولكننا الآن نسير بخطى حثيثة نحو تصحيح هذه الاعتقادات والتصورات عنها. الآن إلى الكاريكاتير.
وصلنا إلى نهاية صدى الأقلام مشاهدينا الكرام، طاب نهاركم وإلى اللقاء.